حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية عن استعراض الحشدة الشعبي. ولا شك أن الاستعراض الذي نظمته هيئة الحشدة الشعبي صباح هذا اليوم لا يخلو من الرسائل المهمة التي بعثها الحشد إلى أعدائه وحلفائه على حد سواء. وأول تلك الرسائل كانت إقامة الاستعراض بعد الضغط والمعارضة الشديدة من العديد من الأطراف المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالسياسة الأمريكية والخليجية تجاه العراق، حيث أن الحشد أثبت أنه صاحب كلمة الفصل في النزاعات والجهة الواحدة التي لا تخضع للضغط والتنازلات مهما كلف الأمر. ومن جهة أخرى أسقط جميع الاحتمالات التي كانت ترى بأن الحشد مقبل على التفكيك أو الهيكلة أو الحل، وأسكت الألسن المطالبة بذلك، وقدم نفسه للعالم على أنه ركن أساسي من أركان المؤسسة الأمنية في العراق ولا يقبل الدمج أو التذويب. إذن محاور عديدة في ملفات تغطيتنا لهذا اليوم، لكن دعونا بداية نتابع هذا التقرير. في ذكرى تأسيسه 8، استعرض الحشد الشعبي اليوم بإمكانيات ومعدات قتالية عسكرية كشف عنها لأول مرة، إذ يقول الخبراء الأمنيون أن استعراض اليوم لا يتعدى 1% من إمكانياته الحقيقية، فهو يبين مدى قوة التطور العسكري والأمني، فهو استعراض لهيبة الدولة وقوتها بحسب ما قرأه متابعون، وما له من أثر بحجم تمسكهم بالعقيدة والإخلاص لوطنهم ليوصل رسائل مفادها أن الحشد باق ليحامي عن أرضه في مواجهة أي طارئ يهدد أمن البلاد. فرغم تعرضهم لكثير من الاتهامات المطالبة بتمويه جهدهم أو وضعهم في رفوف النسيان لصولاتهم، أطلق استعراضه اليوم ب400 مقاتل للكردوس الواحد إلى مشارك، بما في ذلك جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية صفا بصف، متوحدين بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. وفي ذات الوقت كشف عن جزء من حجم القدرة العسكرية في ترسانة الحشد، بما في ذلك عجلات الأبهر المصنعة محليا. فحينما يدور الحديث عن المآثر والبطولات سيكون الحشد على رأس القائمة، فهذا نتاج لدماء الشهداء والقادة المضحين وعمل جهادي في طريق شائك طوال 8 سنوات. فقد كان الحصن الحصين ضد من تسول له نفسه ويحاول المساس بأرضهم وصمام أمان للبلد، إذ لم يكن لقمة سائغة للخلافات السياسية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الأستوديو المحلل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. أهلا بك سيد مؤيد ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بالخبير الأمني الأستاذ عقيل الطائي. أهلا بكم سيد عقيل. أبدأ معك سيد مؤيد، مرت قبل أيام الذكرى السنوية 8 لتأسيس الحشد الشعبي، لكن كيف تجدون الحشد بعد مضي 8 أعوام عفوا على التأسيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار والضيف العزيز أستاذ عقيل والأكاد مشاهدي قناة الأيام. في البدء نبارك للحشد الشعبي، هذا الحشد المقدس الذي استطاع أن يحفظ الأراضي العراقية وأعراض العراقيين من دنس تنظيمات داعش في ذكراه 8 لتأسيسه، وأيضا يعني ندعو لكل الشهداء بالرحمة والغفران وكذلك الجرحى بالشفاء العاجل. الحشد الشعبي كان مفارقة كبيرة جدا في تاريخ العراق الحديث بعد أن تكالبت كل التنظيمات الإرهابية والدولية برعاية غربية واضحة من أمريكا وإسرائيل، والمال الخليجي كان حاضرا من أجل السيطرة على مقدرات الشعب العراقي واحتلال أراضي كبيرة جدا من الشعب العراقي. الفتوى الكبيرة التي انطلقت من مرجعية النجف الأشرف التي هي حاضرة في كل المنعطفات الخطيرة التي يمر بها الشعب العراقي على مر التاريخ، انطلقت هذه الباكورة الحشد الشعبي بعد هذه الفتوى المباركة لكي تثبت للأعداء أن الشعب العراقي شعب حاضر في الميدان وقادر على مواجهة كل التحديات. عودا على سؤالك، أنه اليوم كيف وجدنا الحشد الشعبي بعد 8 سنوات؟ واقعا اليوم يعني تفاجأنا وانصدمنا بهذا الترتيب العالي وهذا التنظيم العالي، هذه القيافة وهذه الأناقة والانتظام في المسير، وأيضا وجود تشكيلات متنوعة بحركات منتظمة وحركات متنوعة تختلف عن السابق، وأيضا الأهم من ذلك الثبات والإصرار على مواجهة التحديات وتجديد العهد أولا لمرجعية النجف الأشرف ولأبناء الشعب العراقي بأن الحشد الشعبي سوف يبقى الضمان الاستراتيجية والمعيار الأساسي لحفظ وحدة وسيادة العراق بوجه كل التحديات.
النقطة المهمة الأخرى أنه اليوم التطور ليس في العدد فقط وفي التنظيم وفي الإعداد لهذا المسير. رأينا اليوم هناك منظومات لسلاح الدفاع الجوي، أسلحة متطورة حديثة دخلت في هذا الاستعراض، لكنها ليست استيراد من الخارج، إنما صناعة واكتفاء ذاتي من داخل هيئة الحشد الشعبي. هذا مفرح جدا ويدير على أن الحشد الشعبي اليوم لا يفكر فقط في الجانب الأمني والعسكري، إنما في جانب التصنيع، وأن يكون هناك يعني اكتفاء ذاتي أو تصليح لأسلحة. هذا بشكل واضح يبين على أن كل هذه الرسائل الأمنية، طبعا عندما نتكلم عن رسائل أمنية يقينا هناك رسائل سياسية. أرجع لك عن الرسائل الأمنية والسياسية، لكن بعد أن يعني سيد عقيلي حدثنا باعتبار خبير أمني وعسكري سابق عن هذا التنوع اللي ذكره سيد مؤيد بخصوص تسليح الحشدة، المعدات، الآليات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار وللأستاذ مؤيد العلي ولمشاهدين قناة الأيام الكرة. لازم طبعا نزف التهاني والتبريكات للمؤسسة العسكرية الحشد الشعبي في ذكرها الثامنة. بالمناسبة قبل أن يعني هنالك نوع من اللغط، نوع من البروباغندا، قبل أن أجيبك على سؤالك، توضيح للمواطن العراقي وحتى للعالم والعالم العربي ومن يشاهدنا، الحشد الشعبية مؤسسة عسكرية تتمتع بشخصية معنوية ضمن الأمر الديواني 91 عام 2016، وبالتالي اعتبرت جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية العراقية، وتأتمر بأمر القائد العام القوات المسلحة. النقطة على السطر انتهى، بغض النظر ما حاول البعض من شيطنة أو مقاومة هذه المؤسسة الفتية التي عمرها 8 سنوات وخاضت ثلاث سنوات حروب. لا. حروب ضروسة. بالتالي هذه المؤسسة الفتية يجب على الدولة العراقية، الحكومة العراقية، الموازنات الموجودة أن تراعي هذه المؤسسة وأن تكون لها تخصيص أموال أكثر من باقي المؤسسات العسكرية لأنها فتية لحدنا عن طرفها. لكن رغم أنها فتية رأينا هذا التجهيز العسكري والمعدات وآليات متطورة من جانب اتصالات أو أسلحة. كما تفضل الأستاذ مؤيد، هذه نوع من يعني الإبداع الذاتي لهؤلاء الأبطال، يعني الحاجة أم الاختراع، فبالتالي لم يعتمدوا على استيراد وحتى لا دعم الدولة. نعم هنالك دعم من القوات المسلحة وبعض الأجهزة اللوجستية، لكن تحتاج إلى أموال، تحتاج لحد الآن الحشد الشعبي للأسف يعني لا يوجد لديه معسكرات خاصة وأراضي يمتلكها لإنشاء هذه المعسكرات. لحد الآن للأسف هنالك لا توجد مميزات للقادة والمقاتلين أسوة بالمقاتلين الآخرين. إذن هنالك بعض الحيف على المؤسسة العسكرية الحشد الشعبي، يعني أتمنى أن تكون له دعم لوجستي، أسلحة متطورة حديثة ضمن جميع الأصناف، وبالتالي هي مؤسسة ذات كيان خاص، هي ليس برية وليس جوية وليس بحرية، وإنما جميع الصنوف موجودة في هذه المؤسسة، وأقوى صنف فيها هو الصنف الاستخبارات اللي موجود داخل المؤسسة، يحتاج إلى دورات تدريبية، يعامل معاملة عسكرية. لكن هذه يعني المقاومة أو ضد الحشيد أو بالمناسبة أول يوم بدأ الحشد الشعبي وشكل الحشد الشعبي إنه في 2014 وأخذ الصيغة القانونية بال 2016، كانت هنالك مقاومة إعلامية من الغرب ومن الدول العربية، بدأ الكيان الصهيوني وحلفائه من العرب والغربيون يعني يتوقعون هذا التشكيل من الحشد الشعبي سيكون عضوا في محور المقاومة وسوف يقضي على الكيان الصهيوني، وبالتالي تماه هذا التحريض مع التحريض الطائفي يعتقدون بأن الحشد الشعبي حشدا شيعيا فقط، وهذا طبعا خطأ وهذا ظلم وهذا يعني مجانب للحقيقة نهائيا. لهذا شاهدنا هذا التنوع المقاومة. هذا ما شاهدنا اليوم يعني استعراض اليوم يعني استعراضا يعني مفرح استعراضا عسكريا حقيقيا بالحركات بالتنظيم بالاستئذان بكل شيء. لم يكن يعني مؤسسة عسكرية عشوائية وإنما مؤسسة منظمة. وهنا جاءت الرسائل، يمكن الرسائل الأمنية تتحدثنا بها، لكن هناك رسائل سياسية تحدثنا بها سيد مؤيد، شنو هي أهم وأبرز هذه الرسائل من الجانب السياسي؟ سواء كانت الرسائل السياسية والأمنية هي مرتبطة مع بعضها، لأن اليوم كل الملفات في ليس فقط في العراق إنما في كل العالم تتحرك
بالتوازي. الرسالة السياسية الأولى إلى كل الجهات التي حاربت الحشد الشعبي وراهنت على تذويبه أو تفكيكه، اليوم فشلت. اليوم الرسالة الأولى تعطاها الحشد الشعبي أننا باقون وثابتون ونعمل على تطوير إمكاناتنا، وبالتالي اليوم المكان التي يحتلها الحشد الشعبي في قلوب العراقيين هي كبيرة جدا، لا تستطيع لا كتلة سياسية ولا أي شخصية سياسية في العراق أن تحتل جزء صغير من هذه المكان لها في قلوب العراقيين. هذه النقطة الأولى. فبالتالي اليوم الحشد الشعبي هو خيار الشعب وخيار الجماهير. هذه الرسالة السياسية الأولى. الرسالة السياسية الثانية أنه كما قلت الجهات السياسية التي للأسف من في داخل العملية السياسية والتي تأتمر بأجندات وتعمل كأذرع لجهات خارجية حاولت بأي شكل من الأشكال وجعلت موضوع الحشد الشعبي كأحد أو أوراق التفاوضات مع الجهات الشيعية سواء كان في تشكيل الحكومة حاليا أو في الفترات السابقة. وجود الحشد الشعبي يرهق العديد من الكتل السياسية التي للأسف تناست فضل الحشد الشعبي. طبعا الحشد الشعبي تأسس كما قال الأستاذ عقيل إنه ليس فقط للشيعة إنما لكل العراقيين. بداية تأسيسه من أجل الدفاع على أراضي وأعراض المناطق الغربية والسنية التي احتلتها عصابات داعش. الحشد الشعبي لم يقاتل في البصرة والعمارة أو الناصرية أو في بغداد، فعلا قاتل على أطراف بغداد على حزام بغداد، لكن المعارك الأساسية والحقيقية والاستراتيجية التي أعطى فيها الحشد الشعبي دماء كثيرة وشهداء وجرحى هي في المناطق الغربية سواء كان في بيجي في هياكل الفلوجة في جرار النصر والمناطق الشمالية الموصل وتلحفر. طيب. فبالتالي الرسالة لكل هذه الجهات السياسية أن اليوم الحشد الشعبي باقي رغم كل ما تقومون به من مؤامرات، يجب أن تقبلوا رأي يعني برضاكم وغير رضاكم الحشد الشعبي موجود وهو خيار استراتيجي للشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي لا يستطيع أن يثق بأي قوة، مع احتراماتنا لكل باقي القوات الأمنية، الحشد الشعبي يتميز بصفتين مهمتين هي العقيدة الجهادية والمبنى العقائدي الذي انطلق عليه أبناء فتوى الجهاد الكفائي. إذا رأينا يعني مبادئ كربلاء ومبادئ الإيثار والتضحية والشجاعة حاضرة في يعني في معارك الحشد الشعبي، رايات لبيك يا حسين، هيهات من الدلة، كانت هذه حاضرة وتعطي دفعا معنويا لأبناء الحشد الشعبي من أجل الاستمرار بالمعركة وعطاء زخم معنوي كبير للمقاتلين من أجل تحرير الأراضي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني الحشد الشعبي هو حشد لكل العراقيين. رأينا اليوم استعراض موجودات هناك يعني من بعض الكراديس لإخواننا السنة التركمان حتى بابليون. فبالتالي اليوم الحشد الشعبي أخرس كل الجهات التي تقول أن الحشد الشعبي هو ضغط مخصص للشيعة، لكن الجهات الخارجية تخشى أن تكون هناك قوة كبيرة استراتيجية تحفظ وحدة العراق وتحامي وتحافظ على مصالح البلاد أولا وعلى مصالح الشيعة، لأنهم بصراحة يريدون بأي شكل من الأشكال إعادة العراق إلى المربع الأول، مربع الضعف، مربع أن تكون قوة تحكم العراق هي تعمل بأجندات خارجية. وجود الحشد الشعبي هو صمام أمان، ونحن نتذكر عندما نذكر الحشد الشعبي نتذكر البطولات الكبيرة الحاج الشهيد أبو مهدي المهندس الذي استطاع أن يوجد تنظيم إداري لهذا الحشد. عندما رأينا انطلقت فتوى الجهاد الكفائي آلاف من العراقيين خرجوا في الشوارع يبحثون عن سيارات تنقلهم إلى مناطق أو تفوجهم إلى مناطق الصراع. هذا التنظيم الإداري أعطى أولا الذي اليوم نعيش ثمار تنظيم أبو مهدي في هذا الاستعراض الثامن، أعطى القوة أن تكون هناك مؤسسة عسكرية تحكمها القوانين الإدارية، عمليات التفويج كانت منتظمة، تم تقسيم الحشد إلى ألوية كل لواء له محور معين. هذه الدقة والتنظيم العالي الذي رأيناه اليوم انعكس في استعراض الحشد يعطي. طيب على ذكرك للشهيد المهندس، ماذا مثلت اليوم صورة الشهيد المهندس الضخمة والكبيرة جدا الموضوع باستقبال وتحية المقاتلين المستعرضين؟ واقعا لا يمكن أن نفصل بين أبو مهدي المهندس وبين الحشد الشعبي. عندما نذكر الحشد الشعبي يقينا سوف يكون الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى حاضرا في كل شيء. عندما نذكر أبو مهدي المهندس وتاريخه الجهادي منذ ثمانينات القرن الماضي ضد النظام البعثي وضد الأنظمة الاستكباراتية الغربية الأمريكية وغيرها، نتذكر إنجازه الكبير في هذا الحشد الشعبي الذي كما قلنا استطاع أن يوجد له هيكلة إدارية وتنظيم إداري، وبالتالي يفرض على السياسيين العراقيين أن تكون مؤسسة أمنية تحفظ. وكان دائما أتذكر كما يقول أن وجود الحشد الشعبي هو كافي لتصحيح المسار، ليس فقط المسار الأمني والعسكري بل حتى المسار السياسي. وجود اليوم الحشد الشعبي كقوة فاعلة في الميدان تعطي رسائل سياسية واضحة لكل السياسيين. رأينا احنا اليوم حجم منذ اليوم الأول تأسيس الحشد الشعبي محاولات يعني تخوين
يتهمونه بالسرقة، يتهمونه بالعمالة. اليوم الإعلام العراقي إعلام عراقية رفعت، والذين يستعرضونهم عراقيون، والذين نظموا يعني الاستعراض الثامن أو العيد الثامن هم عراقيون. فبالتالي الحشد الشعبي اليوم يتعرض، وأنا أتوقع بعد هذا الاستعراض الناجح سوف يتعرض إلى هجمة كبيرة، لأنه طالما وجود الحشد الشعبي مستمرة منذ الفتوى المباركة وحتى هذا اليوم مهما فعل الحشد الشعبي باق بفضل قياداته وبفضل الشعب العراقي الذي يرى أن وجود الحشد الشعبي اليوم ضرورة وليس عملية اكتمالية أو ناس تبحث عن وظيفة. وجودهم في الميدان العسكري ضرورة جدا للحفاظ على المنجزات السابقة. طيب سيدة عقيل، ماذا عن الرسائل الأمنية من جانب العدة والعدد والقيادة؟ طبعا بالنسبة لي قبل ما أجيب على سؤالك اسمح لي بثلاثين ثانية. هنالك من يطالب إن كان من داخل العراق أو خارج العراق أو بعض الأخوة السياسيين بتجذيب أو تهذيب أو تنظيف الحشد الشعبي. يعني أعتقد الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية، حال المؤسسات العسكرية، ليس مؤسسة ملائكية، وهي بشر. يعني لكن أكو بها اختلاف ربما يثير حفيظة بعض الجهات الداخلية الخارجية، أنه أساس التأسيس كان عقائدي. نعم تأسيس عقائدي، بالتالي أصبحت تطوع من مختلف القوميات، من مختلف الطوائف، أصبحت تطوع لشباب يتطوع الحشد الشعبي، حال ما يتطوع للقوات البرية أو باقي الأصناف أو المدفعية، أصبح مؤسسة عسكرية. بالتالي محاولة التجديد والتهذيب، هي مؤسسة عسكرية تشمل جميع العراقيين فيها من الشمال إلى الجنوب. وبالتالي يعني مؤسسة لا البعض لا يصطاد بالعكب بأن هنالك وحاول الشيطان شيطنتها قاموا وفعلوا وسرقوا. وبالتالي جيش هو جيش، احنا نذهب الى الجيش العراقي من ضمن الحشد الشعبي. نعم تختلف عن باقي الجيوش او باقي الاصناف بالعقيدة، العقيدة الجهادية. الجيش الباقام عنده عقيدة، عقيدة وطنية، عقيدة وطنية، وبالتالي هنا عقيدة جهادية وعقيدة وطنية، بالتالي لا تكون أقوى. الرسائل الأمنية التي يعني أرسلها الاستعراض الحشد الشعبي لهذا اليوم، طبعا هي رسائل جدا قوية ورسائل واضحة إلى القاصي والداري، إن كان في الداخل وإن كان في الخارج. من حاولوا ولا زالوا يحاولون شيطنة هذه المؤسسة والنيل منها، هنا مؤسسة عسكرية نظامية قوية تمتلك مختلف الصنوف وتمتلك القوة في التدريب وتمتلك لها مؤهلات استخبارية، وبالتالي هي لم تأتي من فراغ، وإنما هنالك يعني قادة عسكريون كانوا متقاعدين وغير متقاعدين تبنوا التدريب والتنظيم، وحاليا تنظيم من مستوى لواء إلى مستوى فوج إلى مستوى سرية إلى مستوى فصيل، وبالتالي تنظيم عسكري هيكلي. نعم هنالك لا توجد رتب كباقي الصنوف، لكن هناك قادة وهنالك مقاتلين. لكن نتمنى من القانون، من الدولة العراقية والقانون، أن هذا القانون يجذب وأن يحتضن هذه المؤسسة وأن لا يظلمها، لأن كثير هنالك من الشهداء ومن الجرحى للأسف لحد الآن لم يأخذوا حقهم. وبالتالي على الحكومة العراقية الحالية والقادمة وعلى الأخوة في السياسيين العراقي برلمان العراق وجميع الأطراف، هذه المؤسسة العسكرية العراقية هي حماية العراق، هي مفتاح يعني صراحة مفتاح الأمان. العراق بخير ما دام الحشد الشعبي موجود، مع احترامي لجميع المؤسسات العسكرية. وبالمناسبة الرسالة الأمنية عند مشاركة، طبعا التحية للشرطة الاتحادية ولجهاز مكافحة الإرهاب وللجيش العراقي الأبطال، مشاركة هؤلاء الأبطال مع أخوانهم في الحشد الشعبي أثناء الاستعراض هي رسالة أمنية واضحة بأنها مؤسسة عسكرية. من جانب آخر، ما مدى أهمية أيضا حضور القائد العام الكاظمي وتحرير المستعرضين؟ يعني تمنينا اليوم السيد القائد العام القوات المسلحة أن يكون يرتدي البزة العسكرية بمناسبة الاستعراض عسكري، لكن يعني هذا المتمنين أن أكون عسكريا ويدري يقدر يعني يلبس بدلة عسكرية، هو رجل مو عسكري. لا ما يخالف، هو القائد العام القوات المسلحة. أنا لا يعني يرتدي البدلة العسكرية بالرتبة العسكرية،
لكن بدلة عسكرية، نوع من الإشارة بين هاي القوات المستعرضة وأدى التحية العسكرية. لكن المهم والقائد عمكم مسألة حضرة معه السيد وزير الدفاع أيضا وبعض القادة ومنهم من حضرة وهو ممتاز يدري على هاي. طيب نعود إلى العمامة، ما مدى أهمية حضور العمامة في الاستعراض وفي حتى معارك الحشد؟ والعمامة قدمت تضحيات مشهود لها في سلوح القتال أيام أصابة داعش وقتالها. قبل أن أجاب عن هذا السؤال أعرج على ما تفضل به الضيف الكريم، نقطة مهمة جدا. الممتعضين رغم حضور لا حضور السيد رئيس الوزراء بالبدلة المدنية، يعني لا. كان من المفروض أن لا يلبس فقط بدلة عسكرية، إنما بدلة الحشد الشعبي. بدلة الحشد الشعبي، لأن هذه البدلة هي تشرف من يرتديها. هذه البدلة هي اليوم فخر لكل العراقيين. الذي يخشى من الرأي العام أو من الإعلام المعادي أو من مواقع التواصل الاجتماعي أن تنتقده، فبالتالي هذا لا يستطيع أن يقدر حجم وتضحيات الحشد الشعبي. الحشد الشعبي اليوم عندما نتكلم يعني لا نبالغ، إن وصفنا قد يقول بعض المبالغين، لكن واقعا اليوم لا السيد الكاظمي ولا أي سياسي عراقي ولا أي كتلة سياسية عراقية كانت أن تتواجد في المشهد السياسي بغض النظر عن أدائها لولا الحشد الشعبي ولولا تضحيات الحشد الشعبي. الحشد الشعبي أفشل أكبر مؤامرة دولية. الحشد يعني داعش ينتكم كان تنظيما دوليا مدعوم من كل دول العالم التي تكن العداء للعرب والمسلمين، وكان الانطلاق نحو المنطقة العربية والإسلامية هو باحتلال العراق. لذلك العراق أوقف زحف هذا التنظيم إلى باقي الدول العربية والمناطق يعني الإقليمية للعراق هو بفضل الحشد الشعبي. فبالتالي كان المفروض، أنا أقول بصراحة وهذه نقطة مهمة أشار إليها السيد الضيف، أن يلبس ليس فقط بدلة عسكرية إنما بدلة الحشد الشعبي، لأن كلنا جميعا نتشرف أن نرتديها. نقطة يعني عودا على سؤالك، وأيضا من ضمن الرسائل الأمنية، أعتقد أنه اليوم في ظل هذه الظروف التي يعيش العراق والانتهاكات التركية والقصف المستمر والغزو التركي والاعتداء التركي، إن الاستعراض بهكذا كيفية وبهكذا روحية وبهذه أسلحة يعطي رسالة واضحة للإقليم ولكل الدول الأخرى أن تجاوزت على سيادة العراق واستمرت في عملياتها العسكرية. قد يكون هناك إن كان قرار من البرلمان أو من الجهات السياسية والحكومية إن الحشد الشعبي حاضرا في الميدان. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن يفهمها الفاعل السياسي الخارجي. وجود الإمامة المباركة في الحشد الشعبي كان لها دورا كبيرا جدا، ليس على مستوى التثقيف العقائدي. عندما أقول إن مع احتراماتنا كل سنة باقي القوات الأمنية، أقول الحشد الشعبي يختلف عقائديا. هذه العقيدة الحسينية التي ترسخت في 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 ذهن وفي قلوب هؤلاء الشباب تم برمجتها إلى فعل حقيقة على أرض الواقع. الحشد الشعبي لو أتى لبعض الجهات التي كانت تقاتل في الحشد الشعبي في بعض المحاور أمر يعني كانت هناك ضغوطات من قبل داعش وغيرها، إضافة إلى الطيران التحالفي كان مساعدا لداعش، هي لن تنسحب. كان هدفها النصر وتحقيق النصر، يعملون كاستشهاديين من أجل تحرير الأراضي. هذه عقيدة مهمة جدا. قد نشاهد في باقي الأجهزة الأمنية أي عملية حصار بسيط أو يعني شديدة على بعض القوات يأتي القائد المعين أو ضابط يعطيهم أمر بالانسحاب. هذه لم نشاهدها في الحشد الشعبي، كان دائما يتقدم باستمرار، وهناك يعني قصص كبيرة يجب أن تستغلها وسائل الإعلام لتحويلها إلى أفلام. بالمناسبة حضرت جملة، طيلة معارك الحشد الشعبي لم نسمع أو نلاحظ انسحاب لقطع عسكرية. هذا سجل حتى عند المراقبين الغربيين والأستاذ يعني هو في المجال الأمن العسكري يعرف. العمامة كان لها دور كبير جدا. العمامة لم تكن جالسة في مكتب وتقوم بالتوجيه العقائدي أو توجيه سياسي أو من هذا القبيل أو اجتماعي أو تحضر لتشرح لهم الأمور الفقهية. فعلا كانت في فترات الاستراحة تقوم هناك حلقات. كان هناك عمامة، كان هناك قادة جالسين خلف العمامة كانت تتقدم. لكن أكو عمامة أول قصدتها بسؤال العمامة اللي كانت تقاتل تتقدم وعطينا شهداء، يعني نذكر شيخا أو سيدا في هذا المجال رضوان الله عليهم قد نسى الآخرين. هناك أعطينا دماء وعمامات كثيرة جدا كانت تتقدم الصفوف. وعندما يأتي شاب عمره 18 أو 20 سنة أو أكثر أو أقل بقليل ينظر إلى هذه العمامة وهي شيبة كبيرة ويعني أخذ منها العمر ما أخذ وتتقدم الصفوف، بالتالي تعطيه قوة ودافع معنوي للتقدم. بل إن هناك علاقة أخوية أصبحت بين المقاتلين وهؤلاء الشيوخ. إضافة إلى أنه نقطة مهمة جدا، هذه العمامة كانت حاضرة لا تبحث عن مكسب ولا تبحث عن راتب أو عن مكتسبات مادية، كانت تعمل بتكليفها الشرعي، كانت تعمل وفق فتوى المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني أدام ظله الشريف في النجف الأشرف. فبالتالي وجودها كان مهما جدا على مستوى العقائدي والتوجيه الديني. وأيضا رأينا حلقات لقراءة القرآن على 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 السواتر، هذا أيضا تثقيف من نوع آخر، كأنهم يعني لهم دوي كدوي نحيك أصحاب الحسين عليه السلام. هذه العمامة المجاهدة أفشلت كل الذين كانوا يتخرصون ويقولون إن العمامة اليوم الشيعية وكانوا يقصدون العمامة
يعني العمائم سواء كانت بيضاء او سوداء هي اليوم تلوثت بالسياسه وبعض السراق. نقول يعني هذه الامور في الحشد الشعبي وهؤلاء الشهداء المعممون اعطوا درسا واضحا لكل العالم ان العمامه ما زالت عمامه رسول الله شريفه ومجاهده. كانوا 70 شهيد طيب. من الساده المعممين يعني قد يكون اكثر يعني من غير الذين تم اصابتهم، فبالتالي طيب. وجود العمامه كان مهما جدا، يعطي اكثر من بعد ودافع معنوي للمقاتلين في ساحه طيب. المعركه. مقابل كل هذه المعطيات سيد عقيل، ومع تكرار الاعتداءات الخارجيه التركيه خصوصا، وكل اعتداء نتعرض له يعني يتم الحديث انه العراق لا يستطيع الرد العسكري، يجب ان يكون هناك رد اقتصادي ودبلوماسي وغيره واحتجاجه، لكن هل يصح القول أن العراق ضعيف عسكريا بعد متابعة هذا الاستعراض وأيضا استعراضات أخرى للدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وغيره؟ بالمناسبة العراق يعني هنالك من يذهب أن العراق ضعيف عسكريا، وهنالك من يذهب للأسف سمعت التصريحات من بعض القادة والسياسيون بأن لا ننجر وراء هذه الانفعالات وخلنا تكلنا بموضوعية، هذا الأمر لا بموضوعية ولا بانفعالات، هذا أمر واقع، اعتداء سافر واحتلال. بالمناسبة تركيا أعلنت الحرب، تركيا حاليا أعلنت الحرب على شمال على العراق كله، وبالتالي العراق يمتلك قوة عسكرية جدا قوية وتعداد لا بأس به، يعني ما يقارب المليون. الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية مستقلة حالها حال الصنوف البقية، وبالتالي العراق ليس هين عسكريا. نعم تنقصه بعض الأمور، وهذه الأمور كانت متعمدة لا تكتمل مع القوات المسلحة العسكرية وهي الدفاع الجوي. طبعا أنا يعني في حلقات سابقة دائما أكرر على الدفاع الجوي وعلى شبكة الرادارات وعلى المقاومات الصواريخ أرض جاو، لكن العراق يعني جهوده معرقله او ممنوع من السياده. استاذي ليس جهود معرقله وانما جهود ممنوع، يعني الولايات المتحده الامريكيه لا تسمح للعراق بان يمتلك هكذا منظومه متعمده، لان الجيش العراقي معروف بقوته. هناك تعمد، يعني اليوم احتراف السيد وزير الدفاع في البرلمان يقول لا نمتلك عدد من الرادارات الحديثه، وهذا صار سنوات سوريا رادارات حديثة ما عندنا، عندنا رادارات أمريكية والكود بيد الأمريكان، شو قد ما يعجبه يشغل شو قد ما يعجبه يطفي. بالتالي سماها العراق، نعم العمليات المشتركة موجودة والعمليات المشتركة بها جميع الممثلين الموجودين من الأصناف، لكن بالتالي سماها العراق محاصرة أو مستغلة من قبل التحالف العسكري الأجنبي الأمريكي. لذلك نمتلك قوة عسكرية ونمتلك طيران جيش ونمتلك مشاة ونمتلك استخبارات ونمتلك ونمتلك، لكن تنقصنا الجرأة، تنقصنا الاتفاق السياسي، وهنالك الخلافات السياسية بين الفرقاء الموجودين للأسف. يعني يذهل أتمنى هذا الحادث مع القصف المنتجع السياسي العفو السياحي الجماع السياسي المنتجع السياحي وقصف نفس قرية برخ هذا اليوم بقذائف وصواريخ تركية. نتمنى أن يعني يوحد القرار السياسي ويوحد القرار العسكري وأن نخرج بنتيجة لا ذر الرماد في العيون، ولا أتمنى أن يتراهنون على نسيان هذا الموضوع أو تسويفه. يجب الضغط الشعبي، الضغط السياسي. بالتالي طيب. الجيش العراقي بخطوة واحدة السامي، هنالك إقليم كردستان وعندنا الجيش الاتحادي والشرطة الاتحادية جميع العراق، الاتفاق مع الإقليم مع إخواننا في البيشمركة وتحشيد هذه القوات بالقرب من معسكرات القواعد التركية. أرض عراقية، أرض عراقية، وأنا أقرب رسالة، يعني رسالة نوع من التلويح، تلويح بالقوة، يعني من المخجل ومن المعيب اليوم تركيا تقول الفصائل المقاومة هي سميها ميليشيات قصفت قاعدتنا في بعشيقة. أجيب بعشيقة وين؟ بعشيقة بنقرة بإسطنبول بقصراي، بعشيقة بالعراق بالموصل، وانت تعترض جنابك، يعني انت محتلني شلون قصف لا تنقصف وتنقصف. والآن طبعا فصائل المقاومة متعطشة جدا، وهذه ليس قواعد أمريكية،
وليس بينها أنت صداقة كما يقول البعض. هذا لكن الأمريكية بس تركيا أيضا محتلة باعتبار تقيم قواعد على الأرض العراقية. وأنا ذاكي هذا احتلال واضح بدون إذن وبدون اتفاق. هذا قوة. فالقوة يحتاج إلى قوة. لا طيب. يحتاج إلى. طيب إلى أي درجة العراق عسكريا وعنده مشاكل سياسية؟ المشاكل السياسية ما تسبب ضعف عسكري مهما كنا نمتلك من عدة وعدد. الإرادة السياسية الحاكم في هذا الأمر. يعني دائما قلنا الملفات ذات حد انها مترابطه. انا برايي انه العراق لم يكن ضعيفا طوال كل الفترات. في زمن حكم البعث المجرم كان العراق قويا لولا تسلط يعني ابن العوده صدام حسين وحزب البعث الذي كان من يفعل وفق ايضا اجنده غربيه. بعد السقوط العراق كان فيه العديد من القوات الامنيه شكلت من مجاهدين قارعوا النظام السابق ولهم تاريخ جهادي واضطهدوا من قبل نظام صدام حسين واستطاعوا ان يقفوا وجه التنظيمات الارهابيه. لكن كانت هناك كما قلتم التدخلات الخليجية الأمريكية الإسرائيلية الغربية بصورة عامة يعني حاجزا أمام التطور القوات الأمنية وأن تأخذ دورها بشكل صحيح. القرار السياسي كان عندنا ضعيفا جدا والقرار السياسي ضعيف جدا لأننا لا نمتلك إرادة سياسية كبيرة جدا قد تتواجد في شخصية معينة في كتلة معينة. لكن بالعموم الطبقة السياسية العراقية لا تجتمع على رأي واحد وليست لها رؤية واحدة وبالتالي ليست لها إرادة سياسية من أجل تطوير المنظومة العسكرية أو مواجهة التحديات الخارجية. اليوم ذكرتم أنتم يعني مثلا موضوع الحشد الشعبي. أطراف أخرى سياسية اليوم تشارك في العملية السياسية والحج الشعبي حرر مناطقها مواقفها واضحة جدا يعني سيئة جدا وسلبية تجاه الحج الشعبي. القصف التركي عندما يصرح مثل الخميس الخنجر أثير النجيفي أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الذي هو أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية ولا يذكر اسم تركيا خشيا على الحفاظ على المصالح بينه وبين تركيا باعتبار أن اليوم تركيا أصبحت المرجع السياسي الأعلى لخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي. اليوم المشكلة أنه الكتل السياسية بعضها يعمل بروح وطنية ويعمل على حماية الشعب العراقي ومستحقاته واستحقاقاته كالحشد الشعبي والبعض الآخر يعمل بالعكس تماما يعمل بأجندة خارجية تريد تضعيف العراق وإثارة الفوضى. حتى المواقف التي خرجت من بعض السياسيين التي تدعو إلى مقاطعة البضائع التركية وإلى تقليل التمثيل الدبلوماسي هذه المواقف لو كانت حقيقيا يعني فعلا نزلت إلى الشارع قبل سنة أو أكثر منذ بدء الاعتداءات التركية رأينا أن هناك موقف آخر من قبل الأكراد. لكن هذا السكوت المطلق الرد الرسمي والحكومي ربما كان ضعيف أو وصف بالضعيف نوعا ما. لكن كيف قيمتم الرد الشعبي؟ الرد الشعبي اليوم الشعب العراقي طفح بالكيل. اليوم الشعب العراقي نزل بشكل غاضب وبمسيرات مستمرة ومتواصلة منذ يوم الحادث إلى ساعتنا هذه يريد أن يحدد ويصحح المسار. اليوم الشعب العراقي يمتلك بصيرة ووعي سياسي. اليوم الشعب العراقي يدرك أن هناك من يلعب بمقدرات الشعب العراقي من يستهين بدماء الشعب العراقي. لذلك هو اليوم خرج في تظاهرات أمام القنصلية السفارة التركية. وللأسف السيد الكاظمي يعني عودة على أستاذ يعني عقيل أعطى محاضرة يعني نقطة مهمة جدا. المفروض هذه القوات تذهب إلى كردستان مثلا أكثر من خط صد مجرد لحماية من مكافحة الإرهاب مكافحة الشغب شرطة الاتحادية في مواجهة أخوتهم المتظاهرين. وحدث هناك حالات تماس ولو هي بسيطة من أجل حماية يعني جدران السفارة وحيطان السفارة ويترك العدو التركي المحتل يسبح ويمرح في شمال العراق. لماذا لا تحرك هكذا قوات أو تعطي أمر إلى البيشمركة؟ المشكلة أنه هناك للأسف هناك بعض الجهات التي تمتلك القرار السياسي هي خائنة لدماء الشعب العراقي. نقطة مهمة اليوم رد فصائل المقاومة. بصراحة أنا برأيي أنه الرد على الجانب التركي يجب أن يتكون من ثلاث محاور اقتصادي سياسي وأمني. إن لم تستطع الحكومة وهذه الجهات السياسية أن تتبنى هذه العمليات التي تقصف عمق المعسكرات التركية فصائل المقاومة ورجالها قادرة على ذلك وهي هددت باستهداف العمق التركي إن لم ترتدع تركيا. جاء هذا الاعتداء في خضم يعني خلافات سياسية وانشغل بقضية الحكومة وغيرها والخلافات ما بين مختلف الكتل السياسية النيابية. سيد عقيل طالما كانت هناك محاولات لجر الحشد وزجة بهذه الخلافات السياسية لكن كيف يمكن الحفاظ على هذه المؤسسة الأمنية الحشد وتجنيب مخاطر الانزلاق إلى هذه الصراعات والابتعاد عن الأهداف التي أو محاولة إبعاد عن الأهداف التي تأسست من أجلها هذه الهيئة المهمة؟ بما أن الحشد الشعبي هي مؤسسة عسكرية فيجب أن لا ندخل بالسياسة وتبتعد عن السياسة. والبعض هنالك من يحاول عن طريق تصريحات أو توجيهات أو بقساوة تلميحات الحشد الشعبي في حاول يعني سحب الحشد الشعبي للسياسة. يجب على قادة الحشد الشعبي أن يبتعدوا
نهائيا عن السياسة. وهنا أكو كلمة للشهيد الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه، ويقول لا يعني تقحم الحشد الشعبي في السياسة. كانت توصية خاصة. توصية خاصة طبعا. بالمناسبة يعني هذه التوصية الخاصة نتيجة عن قراءة المستقبل، نتيجة عن هنالك نوع من النتائج التي قرأها الشهيد بأن الحشد الشعبي هنالك يعني نوع من الحرب الغير معلنة والحرب الإعلامية على الحشد الشعبي. بالتالي يجب أن تكون مؤسسة عسكرية مستقلة تمارس مهامها العسكرية في الدفاع عن الوطن في أي بقعة في العراق، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، بغض النظر عن الطائفة أو عن القومية أو عن المذهب. طيب سيد مؤيد، من جانب آخر يعني ليش تم إجراء هذا الاستعراض في معسكر أبو منتظر المحمداوي اللي كان هو قاعدة المنظمة خلق؟ يعني أكو كان رسالة يود الحشد إيصالها من خلال اختيار هذا الموقع أو هذه القاعدة؟ أعتقد عدة رسائل. أولا اسم المعسكر شهيد أبو منتظر المحمداوي معروف، هذا الرجل القام والمجاهد الكبيرة الذي كان رغم إصابته وهو يتكي على عكازتين كان حاضرا في السواتر أو الخطوط الأمامية، واستشهد الله تعالى في أحد المعارك ومحاول الميدان، فبالتالي كان هذا قدوة للمجاهدين وشخص عمل في محاربة النظام البعث الصدام المجرم وأيضا في مواجهة الاحتلال الأمريكي وتنظيمات قاعدة وبعد ذلك داعش، فبالتالي من باب تخليد هذه الشخصية العظيمة والشهيدة المجاهدة سمي هذا المعسكر باسمه الشريف. لا. النقطة الأخرى أنه كان معسكر أشرف ومعروف أنه إلى منافقي خلق، هذه المنظمة التي احتضنها النظام الصدامي المجرم التي كانت يعمل عليها باتجاهين، أولا قمع أبناء الشعب العراقي ورأيناهم كانوا حاضرين في قمع أبناء الشعب العراقي في الانتفاضة الشعبانية، وأنا أتذكر كنا عندما نتمشى في شوارع بغداد نجد أنها سيطرات لهؤلاء المنافقين خصوصا في المنطقة الذين يتواجدون بها بين ساحة كهرمان وبين ساحة الأندلس، كان يستخدمون يعني يطلبون هويات المارة وهكذا، وأيضا يقومون بعمليات استفزاز. والنقطة الأخرى كان يستهدف يعني يستخدمهم كورقة ضغط أو للقيام بعمليات يعني إرهابية أو أمنية أو إثارة الفوضى في الجانب الإيراني. هذه المنظمة كانت مدعومة ليس فقط النظام صدام حسين، كانت مدعومة من أمريكا وبعض دول الخليج، وكان يراد لها أن تأخذ دورا معينا، بل كانوا يفكرون يعني واهمين بإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية وأن تنطلق حكومة جديدة تقود إيران من هذا المعسكر. هذا المعسكر كان أيضا يتعرض إلى ضربات المجاهدين في فيلق بقدر وغيره الذين كانوا يدركون تماما أن هؤلاء الموجودين هم أذرع صدامية وبعثية وإرهابية لمراقبة المجاهدين وأيضا لقتلهم. فبالتالي أن تتواجد استعراض الحشد الشعبي في هذا المعسكر رسائل مهمة جدا، أن كل مخططاتكم تكون الفاشلة وخططكم الاستراتيجية من أجل إيجاد بدائل أو إيجاد جهات إقليمية أو معارضة إلى دولة ما لتقمع شيعة العراق هي فشلت. اليوم الحشد الشعبي الذي يضم كل أطراف الشعب العراقي ويؤمن بوحدة العراق وهو هدف أسمى وسياسي حسب توجيهات أسمى وكبير جدا حسب توجيهات المرجعية الدينية، يستعرض في هذا المكان الذي كان يراد منه أن يكون منطلقا للطائفية منطلقا للفتنة وأيضا يضم مجرمين. اليوم يعني عندما لاحظنا هذا الاستعراض بصراحة نتذكر المؤامرات التي حدثت على الشعب العراقي في الثمانينات وبعدها التسعينات، كانت غدة سرطانية وجود منظمة خلق في العراق وكانت تقمع أبناء الشعب العراقي وكانت تتميز بامتيازات وأموال خاصة تدفع من قبل النظام على حساب أبناء الشعب العراقي الذين عانوا الجوع والعطش ومرارة العمل الشاق في التسعينات بسبب الحصار الأمريكي الذي يفرض على الشعب العراقي وليس على نظام صدام حسين. طيب سيد عقيل، ونحن نستذكر يعني هذه المواقف البطولية للحشد الشعبي والتضحيات، نود أيضا أن نستذكر فتوى الجهاد الكفائي وتأثير هذه الفتوى على ما وصل إليه الحشد اليوم. طبعا فتوى الجهاد الكفائي لسماحة السيد المرجع الكبير سيد علي السيستاني دام ظله الوارف، يعني هاي صراحة يعني أنقذت العراق بفتوى بجملة واحدة أنقذت العراق. إذن هذه الفتوى التي أطلقت من النجف الأشرف يعني هي قرأت الساحة عندما يعني استشعرت بأن الخطر قادم والخطر سوف يصل إلى بغداد وإلى الجنوب وإلى جميع العراق ويحتل من قبل هذه القوة الظلامية المدعومة دوليا وإقليميا، يجب أن يكون هنالك نوع من التصدي. وبالتالي ثقة
ثقة المرجع الكبير بالشعب العراقي وثقتهم بالمرجع الكبير بالتالي جاءت هذه الفتوى الكفاءة في هذا التجمع الكبير الذي تحول إلى مؤسسة عسكرية، بالتالي لها تأثير كبير على حماية العراقيين وأرواح العراقيين وحمايتنا. نحن اليوم نجلس في الاستوديو ونتناقش وهنالك، بالتالي هذه كلها يعني يجب أن نكون يعني إحنا لا نتكلم هنا بعاطفة ونوع من يعني للأسف البعض اعتبرها طائفية، لا نوع من العقلانية، نوع من العقل. هنالك قوة عسكرية حمت العراق، إن شاءوا أم لم يشاءوا، هذه أتت بفتوى من شخص يقبع في النجف الأشرف حماية العراقيين، وبالتالي شذبت عن طريق الدولة الحكومة العراقية، شذبت عن طريق المؤسسات الدستورية وأصبحت قوة عسكرية. بالتالي نرجع إلى أصل الموضوع، حماية العراق هي بسبب هذه الفتوى المباركة. طيب، هذه البطولات، هذه التضحيات الكبيرة والدماء الزكية التي سالت على أرض الوطن، كيف سيذكرها التاريخ سيد مؤيد؟ أولا التاريخ سوف يكتب بأحرف من ذهب ومن نور، بأحرف مضيئة. واقعا كلما قلنا وكلما وصفنا لا نستطيع أن نفي حق دم قطرة واحدة سقط من أبناء الحج الشعبي في سواتر العزة والكرامة. هذه التضحيات يجب أن تضمن في المناهج الدراسية، هذه أولى أن تضمن في المناهج الدراسية خصوصا في الدراسات الأدبية وغيرها. وأيضا هذه التضحيات وهذه الأساطير يجب أن تترجم على شكل قصص وأعمال مسرحية وأعمال سينمائية، وهذا بالتالي يحتاج إلى عمل مؤسسات ضخمة وجهود دولة. لكن للأسف هذه الحكومة يعني غير فاعلة بهذا الاتجاه، قد تكون هناك مديرية الإعلام وغيرها وبعض الفصائل تعمل بهذا الاتجاه، لكن بصراحة لا يرتقي إلى مستوى هذه التضحيات. لكي لا ننسى هكذا تضحيات وهكذا بطولات يجب أن تثبت في المناهج الدراسية، وأن تكون هناك قصائد تتغنى بحب وتضحيات وإثارة الحشد الشعبي في خصوصا في الصفوف المنتهية الثالث أو السادس إعدادي أو أدبي إحيائي أو تطبيقي كائن من كان، لكي تبقى ذاكرة يعني راسخة في ذكر طيب طيب هذا الجانب الثقافي لتسجيل هذه البطولات من الجانب الإعلامي والدرامي وغيرها، فقط على يعني من مسؤولية هيئة الإعلام والاتصالات أو هيئة الإعلام في الحشد الشعبي، له أيضا مسؤولية الإعلام بشكل عام، وزارة الثقافة، القنوات الأهلية وغيرها، مسؤولية تضامنية ومسؤولية مشتركة، بل أنا أقول إنها واجب مهني وأخلاقي. الإعلام مفروض أن يكون مهنيا وموضوعيا وأن يركز على نقاط القوة في الشعب العراقي في ظل خضم الحرب الناعمة التي نتعرض لها ومحاولة تضعيف قوة نقاط القوة لدينا وأهمها الحشد الشعبي. الفضائيات لها دور كبير، مجرد تغطيتكم اليوم في هذه الساعة في هذه اللحظات عن الحشد الشعبي هذا انجاز، ويعتبر ويحسب لقناتكم الكريمة قناة الأيام انها تتواجد وتفاعل مع الساحة وتبرز تضحيات ومواقف الحشد الشعبي. بالتالي نحتاج ليس فقط الى جهود هذه الجهات، هذه الجهات قد تكون أهلية او جهات حزبية خاصة، نحتاج الى جهود الدولة. وزارة الثقافة للأسف مغيبة، وهناك اخبار للأسف نسمعها يعني من بعض المختصين ان اليوم وزارة الثقافة ترعى الحفلات الماجنة والحركات المنحرفة كالحركات الإحادية والمثليين وغيرها في ظل الغزو الثقافي. اليوم للأسف وزارة الثقافة في زمن سيد كاظم تحولت أداة للحرب الناعمة التي تجنها أجهزة الاستخبارات الدولية من أجل كي وصهر الوعي العراقي العربي الإسلامي وتوجيهه نحو عدو وهمي، وبالتالي الابتعاد عن بوصلة العدو الحقيقي وهو الكيان الغاصب وأمريكا والمتآمرين والطائفين، وايضا محاوله ابعاد العراق عن يعني الشباب العراقي عن كل القيم والمبادئ وتضحيات الحشد الشعبي. في عندما كان الحشد الشعبي يقاتل ويحاول ان ينتصر، اجهزه المخابرات الدوليه عقدت اجتماعات ومؤتمرات واستعانت للاسف ببعض الكتاب والخبراء العراقيين لكيفيه التعامل مع العراق في مرحله ما بعد داعش، وسمي ما سمي بتقرير رايان كروكر الذي يدفع العراق باتجاه الحظ المطبع ويحاول تميع الفكر الشباب العراقي الجهادي العقائدي، لأن الحشد انطلق من هذين المبدئين الأساسيين، وبالتالي محاولة ضخ المبادئ الإلحادية والمنحرفة في الشباب العراقي. هذه مسؤولية دولة ومسؤولية حكومة ومسؤولية قنوات فضائية وأحزاب سياسية. ماذا عن المسؤولية عن حقوق الشهداء وذوي الشهداء وحقوق الجرحى سيد عقيل؟ هل حصلوا على كامل حقوقهم؟ حصلوا على جزء أم سيحصلون أو لا يحصلون على باقي الحقوق؟ طبعا هناك نوع من الظلم والحيف على الجرحى الحشد الشعبي وحتى بعض المؤسسات العسكرية الأخرى وكذلك على الشهداء. لحد هذه اللحظة يعني البعض لم ينال حقوقهم، هنالك معاملات معقدة، يعني هنالك نوع من التسويف للأسف، هنالك نوع من هنالك ظلم متعمد.
أو سوء إدارة أو الروتين، بالتالي لم يحصلوا لحد الآن أغلب شهداء الحشد الشعبي وجرح الحشد الشعبي على حقوقهم. بالتالي على الدولة العراقية، على الحكومة العراقية، على المشرع العراقي أن يضع أمام عينه هذه الشريحة المهمة التي حافظت على وحدة العراق، وأن تكون هناك قوانين ونوع من الإسراء ونوع من التمييز، نوع من الاستثناءات لعوائل شهداء الحشد الشعبي وجرح الحشد الشعبي وحتى المؤسسات العسكرية. رغم ذلك أستاذ عقيل، طيب، سمحت المداخلة بسيطة. رغم ذلك هيئة الحشد الشعبي يعني تقوم أيضا بتمويل ذاتي وعلى عاتقها ترسل العديد من الجرحى والمصابين إلى روسيا، إلى مناطق معينة، إلى دول متقدمة في مجال الطب من أجل علاج بعض الحالات الجرحى حسب إمكانياتها المادية. هذا على الإمكانيات الخاصة، لكن نتحدث عن واجب أنه يتم تخصيص هذه الأموال من وزارة المالية وصرفها أيضا لدول الشهداء والجرحى. جانب واضح، هناك تقصير واضح من جانب الحكومة وتحديدا سيدي كاظمي. مثال على وطنية وتضحيات الحشد الشعبي الذي البعض يتهم الحشد الشعبي بأنه تابع إلى دول أخرى أو محاور أخرى ولا يمتلك الوطنية أو ضر الوطنية كما يدعون كاذبين. أحد يعني جرحى الحشد الشعبي كان من المفروض أن ينتقل يوم الخميس أو يوم الجمعة أي بعد القصف بيوم أو يومين إلى تركيا لأخذ العلاج، وهو يعني يعاني من حالة صعبة، رفض السفر وألغى الفيزا تضامنا مع جرحى وشهداء تفجير دوك. فبالتالي اليوم الحشد الشعبي حتى وهم للأسف فقط ما يسمح يمتلكون هذه التضحية والروح الوطنية. عذرا سيد مؤيد المحلل السياسي. سيد مؤيد العلي كنت ضيفا كريما وشكر لكم. أيضا الخبير الأمني سيد عقيل الطائي كنت ضيفا كريما وشكر موصول لكم. مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء.